الإخوان والأخوات متابعي قناة القاسمين للعقارات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الإخوان والأخوات معنا في فيديو آخر إن شاء الله، في إطار الجولات اللي كنقوم بها في أحياء وتجزئة مدينة فاس. هاد المرة إن شاء الله إحنا إن شاء الله في طريق سيدي حرازم، طريق سيدي حرازم اللي غنحاولوا ندير واحد الجولة في تجزئات فضاءات السعادة. تجزئات فضاءات السعادة هي اللي أمامنا الآن على الشمال. هذه طريق سيدي حرازم الإخوان، غنحاولوا ندخلوا إن شاء الله، ندخلوا للجزئة ونديروا جولة فيها ونشوفوا باش نشوفوا كيفاش داير التصميم ديالها وفين وصلت. ونذكركم الاخوان المرجو من الناس اللي مازالين ما تابوناوش في لاشين، يديروا ابوني ويفعلوا الجرس باش دائما يوصلهم الجديد ان شاء الله. ودائما كنشكر الناس اللي كيديروا دوك التعليقات اللي هي صراحه تعليقات محفزه، شكرا لكم ودمتم اوفياء لقناه القاسمي للعقارات. هذه هي الجزئه الاخوان، هذه جزئات فضاءات السعادة بطريق سيدي حرازم. هذا المسجد ديال الجزئة اللي كنشوفو أمامنا. هاد الجزئة إلا لاحظتو ف الوتيرة باش غادية يعني بطيئة شيئا ما، يعني مازال فيها القطع اللي خاوية، يعني قطع كثيرة رغم ان تبناو فيها بزاف ديال المنازل وبزاف ديال البنايات. هذه المدرسه، هذه مدرسه ابتدائيه فضاءات السعاده. هاد الجزئة الإخوان من بين الجزئات اللي يعني بدا فيها البني مدة، هادي إلا أنها كما كتشوفوا مازال ما اكتملت، وهي جزئة في الحقيقة جزئة كبيرة. وهذا اللوتيسمون الاخوان فالموقع ديالها بطريق سيدي حرازم، الطريق المؤديه من فاس لسيدي حرازم، فتلقاو هاد الجزئه. بالقرب من بحيره سايس او ما يسمى بالسد.
والأهم الإخوان من هذا والمهم والمطلوب من مثل هذه الفيديوهات هو أنها تعرفنا على هذه الجزيئات والأحياء اللي ربما كنسمعوا بها أو لا يعني كنكونوا مدة ما شفناهاش، فتناخذوا فكرة عليها فين وصلت. وبحال كما كتشوفوا في هذه الجزيئه مازال يعني في الوضعيه اللي كتشوفوها عليها، لانها مازال صراحه مازال فيها بزاف ديال القطع الارضيه اللي ما تبناتش، وبطبيعه الحال مادام خاويه فكتشوف بحال هكا بعض البنايات اللي هي منفرده. وهذه الجزيئه ايضا فهي تحتوي ايضا على السكن الاقتصادي اللي ان شاء الله رحنا في المدخل رحنا شفناه ومازال كنشوفوا ان شاء الله السكن الاقتصادي اللي في هذه الجزيئه. السكن الاقتصادي هو امامنا، هذه الموبلات اللي كيبان لكم امامنا بالابيض فهما سكن اقتصادي. بعض المنازل فهي سكنات والبعض الاخر لازال وبعض المنازل الاخرى لازالت فارغه. هذا البناء كل اللي علي من فهو سكن اقتصادي او ما يسمى بالسكن الاجتماعي. ومثل هذه الجزيئه الاخوان فكونها خارجه شي شويه على فاس كما قلنا بطريق سيدي حرازم، فالاغلبيه ديال الناس ما كيعرفوش مثل هذه الجزيئات اللي كتكون خارجه. ومن خلال قناه القاسم العقارات كنحاولون اننا نديروا فيديوهات على هذه الاحياء والجزيئات باش الناس تعرف عليها وتاخذ فكره على هاد الأحياء والجزيئات. وبطبيعة الحال فكتواجد بها بنايات كثيرة اللي هي مكتملة، غير لأن الجزيئة كبيرة فكتبان متفرقة البنايات وكيبان الفراغات يعني القطع اللي مازال ما تبناتش، إلا أنها فيها عدة منازل اللي هي مسكونة.
هذه هي الإخوان لوتيسمو فضاءات السعادة، طريق سيدي حرازم. نتمنى أن هذه الجولة الخفيفة بهذه الجزيئة تكون أعطتكم فكرة هذا هو المدخل ديال الجزيئة الإخوان، وهذا اللي أمامنا هي طريق سيدي حرازم. شكرا لكل متتبعي قناة القاسمي للعقارات، وفضلا وليس أمرا المرجو من الإخوان والأخوات اللي مازال ما اشتركوش في القناة يشتركوا ويديروا جيم للفيديو باش يوصل أكبر عدد من المتابعين، ودائما نراه بالتعليقات ديالكم وبالتحفيزات ديالكم باش كيكون الاستمرار. شكرا لكم، ونتمنى أنكم إن شاء الله دائما تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.